جوي جميل تغامي أنا حد يغير كل شيء أصير كل هبة عندي أنا جميل تكنولوجي عندي حجي تابعني أنا وبس سياسة بس عيارة حدي مساكم الله بالخير شباب وبنات. طبعا مثل ما عودناكم حلقه جديده من برنامج قادرين شو. اليوم حلقتنا راح تكون مميزه جدا وعندنا ضيف. طبعا طنطوم والابطال امس, اليوم ما عندنا طنطوم, عندنا ابصال اليوم بدون ابطال. ابصال هذا شيء ابصال. على العموم حلقتنا راح تكون مميزه جدا ان شاء الله تستانسون. عندنا نواف الفيسبوك والتويتر. مسي عليكم بالخير مشاهدينا. حصه جديده راح تجمعنا معاكم ودرس جديد, درس سياسي. مثل ما عرفت ان برنامج قادرين يهتم كل التطورات اللي قاعد تصير بالديره وخاصه السياسه. الكويت محتاجتنا كلنا, فلازم احنا كنا شباب كويتيين ونحب يعني هذه الارض ونضحي لاجلها. ايش تبي نواف؟ فراح نتكلم شيء بالسياسه. وعندنا طبعا تقدرون تشاركون معنا بالفيسبوك, هذه صفحتنا القادرينج شو واد قادرينج شو. تقدرون تواصلون معنا بالتويتر, ان شاء الله راح نقرا كل كومنتاتكم واراكم وكل شيء على العين والراس. بدون شنو الصفحات قلتهم؟ قال الصفحات و قال الصفحات. انت قول الكتب يلا. ما لا تي قال الصفحات. ما قلت, ما سمعتك. لا قلت بس قلت ان تويتر وهذا. قلت قادرينج شو ات قادرينج شو. اوكي شباب بنات ايش اخباركم؟ حابين نمسي عليكم بالخير. اليوم اثنين طبعا. قول يومها يومها. هو كل ما يصير يومها احنا كذي نطالعها وهي راح تتم بروحها. ترى شهر ونص راح تتم بروحها. ماكو ميمي وماكو مشكله. حتى شريفه ماكو اسمع صوت انثى باللي كنترول ما في كامله. المهم المهم فحابين قولي مرحبا. مرحبا. مو هي الله عندنا وحده جديده بالكنترول. هاي الله يخليك. انا بين وحوش واسيه زين. لحظة أنا ما كملت. عسري عسري. شوف ترى في واحدة عندي الكنترول. ها أوكي لا تسوي اللي فيها. أوكي بس عسري أنا طالعتك ضحك, مو معناته إنك تاخذين الخيط والمخيط يعني. زين مشكلة. فحاب أقول لكم شباب بنات إن اليوم هم بنتكلم بالسياسة شوي مو وايد, ويانا ضيف إن شاء الله بيكون حيل عسل كذي علينا وراح يسولف ويفرغ اللي بقلبه كله على السياسه والوضع السياسي اللي صاير بالفرغ. مو اي فهو طالب جامعه الكويت وقيادي بالوسط الديمقراطي بقائمه الوسط الديمقراطي, فراح نستانس وياه وراح يسولف ويانا على السياسه. بعد ما انت قلت جابر اشكان. جابر اشكان. جابر اشكان راح يكون ويانا بعد. انتوا عندكم اليوم جاي ضيف ولا عسل؟ عسل. انت قاعد تقول عسل. عسل شنو المعجزه ولا لا يعني شباب ما خذينا اسم اسرار يعني حتى الكنترول قاعد يقول لكم يلا اخذه يلا اخذه. رجاء انت اكثر وحده بالدنيا تضحين الان. اوكي مساء الخير شباب بنات. طبعا اليوم انا راح اكون واحد من الشباب. اسمي بولفوس, تغير اسمي من اسرار الى بولفوس. راح اكون واحد من الشباب, فلا يغركم التاج وال والجاكيت والبوت شيء يعني. ان شاء الله باكر راح تشوفوني بجداشه وترنبه وقطره. قهوه قهوه راح تشوفوني حبه قهوه قاعدين. راح اكون اني اصب قهوه لان ما اشوف انهم معترفين فيني نهائيا. نفس ما قالوا عندنا ضيف اليوم ان شاء الله راح خلاص راح ندلع. راح لا مشكورين انا مدلعه نفسي خالصه. انا مدلعه دلوعه. زين اليوم راح يكون عندنا ضيف ان شاء الله راح يكون خفيف علينا اكيد, وان شاء الله تستفيدون منه. فاكيد ناخذ فاصل صغير ونرجع لكم لاني طالبه عصير برتقال. طالبك طبعا. رجعنا لكم اكيد من بعد الفاصل ويانا ضيفنا اللي قلنا لكم عنه وهو ضيفنا جابر اشكناني, يعتبر ناشط سياسي وبنفس الوقت اكيد انت منور ويانا الاستديو. الله منور بوجودكم. طبعا هذه مو لك اول مره انت تكون زائر الشاهد. اكيد لو نتشرف طول عمرك. الله يسلمك ان شاء الله يا رب. اكيد نرحب فيك, زدتنا نور وشرف صراحه. الله يسلمك. مشاهدينا مثل ما عرفتوا ان برنامج قادرينج بالفتره الاخيره على اساس الناس اللي تو قاعد يطالعونا تحول يعني شويه سياسي, بس السيجمنت الاخير راح ندردش ونسولف معاكم نضحك ونملق عليكم بعد. بس الحين خلونا ندش بالسياسه لان نفس ما قلت لكم حاليا الكويت محتاجه كل الشباب كل الطاقات الشبابيه. اول سؤال بسالك اياه خليني ادش المجلس السابق. حلو. شو السالفه؟ شنو اللي صار؟ شنو البلبله؟ شنو اللي صار بالديره؟ شنو اللي سووه بالديره؟ رايك رايك. حلو.
اذا بناخذ المجلس السابق خلينا نشوف نحط ببالنا اعتبار ان الكويت دوله ديمقراطيه الامه هي مصدر السلطات فلما نشوف الشعب هو قاعد يطلع هذه الخيارات اذا المشكله مو بالمجلس اذا المشكله بالشعب نفسه فعلى سبيل المثال لما يجون ناخبين الشعب نفسه الشعب نفسه هو اللي اختاره بالنهايه الشعب لما يختار ممثل قبلي او ممثل طائفي او ممثل غوغائي او او ايا كان فبالنهايه هذا الشخص قاعد يعني يمثل بالمجلس هل قدم برامج تنميه؟ هل راقب الاداء الحكومي؟ لا وقاعد نشوف اثار الفشل قاعد تشوفها سنه ورا سنه بالنهايه احنا عندنا سبع حكومات صح عندنا خمس سنين ما شفنا فيها اي انجازات المشكله هل نقول بالحكومه بس؟ لا الحكومه بالنواب زين انت قلت لي الشعب حلو انا اقول لك انا ذا يمكن امس قلتها انا لما اشوف واحد مرشح قاعد يتكلم ويحط لي الشمس بايد والقمر بايد وقاعد يقول واعطيكم واعطيكم واسوي لكم انا يعني في ناس يقول لك اول صوتين القبليه والمايشن والصوتين الثانيين انا اعطيه حق فلان وعلتان زين اللي قاعد يصير ان احنا لما نعطي اسامينا ونعطي اصواتنا ونعطي من ذمتنا اخليك من الناس اللي يبيعون ويشترون وما يشترون خلص شغلي انا كل شيء تمام عندي ثقه بالريال اللي قدامي بشهادته بطريقته انه راح يسوي شيء حق البلد ننصدم لما نقعد على الكرسي لما نقعد على كرسي بليس مثل ما يقولون كل شيء يتحول النظره تتحول طريقه تتحول يعني لا. هي بالنهايه احنا ما راح نقدر ندش بنوايا الاشخاص احنا عندنا برامج انتخابيه ليش ما ندش وان كانت لانه بالنهايه احنا ما نعرف شنو داخل نيته ما نقدر نظلمه مو واضحه على سبيل المثال القضيه الاخيره اللي اثيرت لاعات مليونيه والامور هذه قضيه حاليا عند النيابه احنا ما نقدر نتهم اشخاص معينين بالضبط لحد الان اشخاص عندهم تحقيق ما خلص فهذا الغرض من ندش هذا الغرض من كلمتي انه ما ندش بالنوايا ناخذ الشغله الثانيه لما نقول احنا المرشحين واختياراتنا زين خلينا نشوف الاداء نفترض انه مرشح سابق نشوف الاداء البرلماني السابق له نخلص من الاداء السابق نشوف اطروحاته مقالاته كتاباته ايا كانت انا هذه رساله اوجهها حق كثير ناس اذا بنشوف البرامج الانتخابيه او الخطط اللي يقدمونها المرشحين لا غدنا ولا طرش ماك فايده اظن هو غدا يعني انا شفت كلامك انت تقول لي انا بشوف السي بي ما يعني بشوف من المجلس السابق شنو سوى زين يعني انت ما يعني حاس انك تايد ان الواحد اللي كان من المجلس السابق المجلس المنكوب مثل ما يسمونه يرد مره ثانيه هل كلهم نفس هل لا لا هو شيء هو عيبهم ان الشر جمع بصراحه الشر جمع حلو الخير كان فيه خيرين صح. بس مع الاسف ان الخيرين كانت فئه قليله هم 50 واحد اتوقع قصدك كان فيها خمسه خيشت كل شو اسمه بالضبط ايوه فشنو اللي قاعد يصير؟ شنو اللي قاعد يصير بالمجلس؟ ليش الكلام؟ احنا بناخذها وجهه يعني نظر شبابيه، في برامج مختصه اكثر عندنا بالشاهد تاخذها بوجهه نظر متعمقه اكثر، بس احنا بناخذها كشباب يعني ممكن مو وايد عارفون بالسياسه، ناخذها سطحيه بشكل عام اي شنو اللي قاعد يصير بالمجلس اللي كل شيء واقف، التنميه واقفه، الشباب واقفين، اعمار الزهور قاعده تختفي، شوف الدول الثانيه وين راحت. عندنا 50 عضو بالمجلس بالضبط تقريبا اربع بنات و اربع حريم والباجر يايل بغض النظر عن جنسهم او انتمائهم او وين كان وصلنا حق قناعه للاسف عندنا بالمجتمع الكويتي ان انا اوصل لمجلس الامه فقط عشان اخدم الفئه اللي عندي الخدمات اللي هي قصدك الشريحه المختصه انا فيها والباقي ان انا كشعب كويتي كدوله كويتيه كناس احتياجات شباب احتياجات امهات احتياجات مطلقات هذا كله انا ما ادري فيه ما صار معاقين كلش ما تدري عنهم ما صارت عند الشعب للاسف رؤيه ان انا وجودي كنائب اني اشرع قوانين احمي الناس اشوف الاخطاء الحكوميه اتصدى لها لا صار الواحد يروح يصوت حق النائب فقط انه يمشي شغلي هذه الثقافه اللي تنتشر للاسف عشان كذا احنا قاعد نقول المجلس السابق شنو صار فيه شنو ما صار فيه نواب الخدمات نواب الموالاه طغوا مو المشكله مو بس بنواب الموالاه في ايضا نواب معارضه من اصحاب الخدمات فالمشكله هني نرجع حق العنصر الاساسي بالاختيار اللي هو الشعب الشعب اذا احسن انا حاسك ترى انت مع يعني ضد الشعب مع النواب انت اخوي جابر تابع حق اي دائره انا دائره الاولى دائره الاولى بس احسك يعني تلوم الشعب اكثر من النواب لان هذا اختياراتهم هذا اختياراتهم بس انا قلت لك ليش اختاروا بقول لكم شيء انت قاعد تقول ان الشعب هو السبب حلو زين ليش معقوله الشعب كله غلط؟ ليش يعني احنا اللي نشوفه احنا شباب احنا انا وانت وبدر ونواف ومحمد قاعدين نشوف جامعه الكويت شنو فيها؟ حلو ليش كان في احسن من هذول عشان احنا نصوت لهم؟ هذا صوت حق فلان وهذول صوتوا حق فلان وهذول صوتوا حق فلان بس هذول الفلان وفلان وفلان ما سووا شيء، الدليل ان جامعتك اللي هي جامعه الكويت اللي انت تدرس فيها وقاعد تداوم فيها ما اشوف انه يعني اسمها جامعه سوري بس مبنى يعني انا نسبتي تقبل اني ادرس جامعه الكويت اروح ادرس جامعه خاصه مع ان جامعه الكويت تدري شنو مع اسمها جامعه الكويت صحيح. الناس تتمنى تدشها وين شو سووا هذا غرض التنميه انا اذا كنت نائب فعلا اهدف للتنميه اروح اطور مناهج ازيد اعضاء التدريس هم صعبوا المناهج هي المناهج ما تغيرت
انا انصدم لما اشوف كتاب من 83 للحين عندي كله يعني صار له 20 سنه غير الابتدائي اللي خلاهم يمتحنون فاينل يعني فهذه الامور ترى كلها امور تشريعيه تحتاج وجود مجلس امه ناس ما قرروا جامعه جديده هي جامعه الزاديه احنا محتاجين انه يطورون يراقبون الجامعه يراقبون ادائها هذه تسمع فيها بس ما تشوفها بيضه صعبه هذه بالنهايه براحه لحد هذه قاعد اقول هذه انت قاعد تسمع فيها بس ما تشوفها احنا قاعد نشوف ان هني عندنا نواب وناس كانت يعني بمجلس الامه سوت مباني وسوت جامعات في الخارج وبنت مسايد بمبلغ يعني وقدرون زين بس ما قاعد تسوي بديرة الكويت او ديرته اوهم شنو السبب هذا المشكله خلينا نشوف الحين لما احنا نقول نبي جامعه جديده نبي تعليم افضل نبي ايا كان منو اللي قاعد يدافع عن هالموضوع المفروض يدافع احنا شباب. كطلبه نطالب احنا من النهايه عندنا بس جهه ضغط ما عندنا صفه رسميه لكن لما نروح حق ممثلي الامه اذا كانوا لاهين بالهواش لاهين كل واحد يحفر حق الثاني لاهين التصيد على وطن في الماء العكر والمصالح الشخصيه والمصالح الشخصيه منو اللي يخلي رصيد اعلى من الثاني هذا شيء جميل منو بيطالع التعليم بالضبط انزين لو رحنا حق خطط التنميه وفي وايد خطط تنميه وموجوده خطط تنميه وكل شيء موجود على الورق لو رحنا مثلا التنمية موجودة والخطط موجودة صار لها 20 سنة بس يبي لها موافقة تطبيق بس هي موجودة معقولة ولا واحدة تطبقت خطة التنمية موجودة بس خلينا نشوف على ارض الواقع نفس ما ذكرتوا ماكو شيء مو هذا هو 37 مليار ما ادري وينهم هذا هو سؤالي كل شيء موجود خلينا ناخذ مدينة الحرير حلو انا امنية حياتي اني اشوف يوم من الايام ان شاء الله مجلس الجاي لما اشوف الجريدة حاطين لك مثلا ناطحة سحاب او ان شاء الله بيت نواف احلم حتى بالحلم ما يقولون هذه مثلا شركه راح تنبني اشوفها بعد شهر ان الاساسات قاعد تنبني انا سؤالي ليش كل الشيء اللي قاعد نشوفه على ورق يتم ورق ليش ما في تطبيق معقوله احنا الحين احنا قاعد الجاذرنج وطبعا حضرتك معانا قاعدين نسولف خايفين على الديره اكثر من الموجودين بالمجلس مستحيل لان للاسف طغى طابع الخدمات الشخصيه طغى طابع الشخصانيه يعني اذا نائب مهتم فقط بخدمه ناخبينه اوظف فلان واوظف فلان زين وين الكويت؟ مو هني المشكله، وين الكويت؟ احنا اليوم كلنا كشباب ترى مسائلين قدام النواب لازم نروح ايوه بس هو ما قاعد يفكر هو الحين اخوي جابر هو ما قاعد يفكر بكل الكويتيين او انا قاعد افكر بعيال عيالي او بالمستقبل اللي جاي، لا هو قاعد يفكر بلحظه فتره زمنيه انا مسكت فيها اقدر اسوي لي يعني مثلا ممكن قاعده جماهيريه له ان انا والله ترى فلان وساعدت فلان وفلان راح يجيب لي فلان عشان السنه اللي بعدها او السنين المقبله ان انا راح اساعد عيالهم او اخوانهم، لكن انت ما فكرت ان انت لما تكون شيء كامل يعني شيء كامل والكامل الله طبعا، 50 ناخب كلهم مجلس الامه يصوتون على مثلا بناء جامعات، بناء معاهد، بناء شيء هم ما قاعدين يوصلون للموضوع هذا. السلطه التنفيذيه والتشريعيه مو متصالحين. صح ولا لا؟ صح. شلون تبي تنمي؟ شلون تبي ممكن تبني؟ ممكن احنا ننمي. كل شيء يصير بيد قول لنا طرق حل. طريقة حل ابسط طريقة حل عندنا الشهرين جايين اوكي احنا كشباب ترى احنا اكثر من نص الشعب احنا اليوم لك الواحد راح واشتغل مع ناخب ولا مجرد تأييده لناخب شاف انه فعلا نائب وطني نائب فعلا راح يتعب راح يدش راح يقول وطن النائب هذا ما راح يخدمك انا بالنهايه عندي علاقات شخصيه مع نواب لكن عمري ما فكرت اني اروح حق مصلحه شخصيه لان بالنهايه اذا هو طلع الكويت افضل راح يكون الشعب والتعليم والصحه كلها افضل اكيد كله مرتاح ما راح احتاج حتى مفهوم واسطه طلع شخص أكيد. افضل وخلاه يتوظف وكذي هذا الشخص ما راح يفيد الكويت ولا راح يغير من الكويت شيء وهو كلامه ترى نوعا ما صح يتوظف على شنو بصراحه كلامه نوعا ما صح يعني هو لما يلوم الشعب بالدرجه الاولى صح ترى الشعب هو الملام انا اقول لكم انت اللي صوت له انت اللي صوت له انت الحين تقوم تصوت حق واحد انت تدري وعلى بالذات المصيبه الكبرى على قول جابر لما يكون هذا الناخب لا سابقه قبل وكان عضو مجلس امه بالسنين اللي طافت قاعد يرشه بكم فلس بالضبط يعني انت هو مو واحد جديد اللي ما تدري تقول خلنا صوت لو اجرب انت شايف 20 سنه 30 سنه قبل شنو انجازات هالشخص عندك مثال انت تقول خلنا ناخذ مثال والمصيبه تقوم تصوت له لما تصوت له شو تقول اخر شيء؟ تاخذ الفلوس بعدين تقول هو ما سوى شيء فلان ما سوى وفلان وانا غلطان اني صوت له انزين ليش صوت وليش خليت بعدين يقولون الكويت والكويت الكويت قاعده تموت انزين انتم اللي موتوها يبلعن الله الراشي والمرتشي شنو المثال ماله؟ خلينا نشوف قبل يومين صارت انتخابات فرعيه وهي مخالفه القانون بالضبط صحيح؟ احدى القبائل انصدمنا وين الكلام وين الدنيا ونزلت ننطر الحكومه اللي تقول ان في ناس بيحاولون للنيابه